أتأسف أولاً لاضطراري إلى الرد على تصريحات تخص تعاونية المختار السوسي السكنية صدرت عن شخصين من أعضاء التعاونية. أتأسف لأن هذا الأمر لا يهم الرأي العام الوطني بل يهم 47 شخصاً فقط. وثانياً لأن القضية معروضة أمام القضاء حالياً وتروج أمامه، لهذا فأراني مجبراً وأرى من واجبي كرئيس لهذه التعاونية أن أرد على ما تقدم به هذان الشخصان من أباطيل وأضاليل. ولكن قبل الرد عليهما على هذا التصريح أود أن أقدم بعض التوضيحات حول هذه التعاونية. فالأمر الآن لا يتعلق بتعاونية بل بإقامة قائمة الذات مسكونة من طرف أسر منذ أكثر من 10 سنوات أو حوالي 10 سنوات. فهذه التعاونية التي أسست سنة 1991 وتم الشروع في البناء في أكتوبر 2004 بحسب التقديرات التي قدمها المهندس أو مكتب الهندسة، وهي 2700 درهم للمتر المربع. لكن الذي حصل هو أن المحلات التجارية التابعة لهذه التعاونية تم تفويتها بأثمنة أعلى من تقديرات مكتب الهندسة، فقرر المكتب تجويد مواصفات هذه التعاونية، مواصفات هذه الإقامة وتحسين هيئتها. لهذا تم تبليط العمارة وسلالمها بالرخام عوض الزليج العادي، كما تم تزويد المطابخ بخزانات خشبية من النوع الرفيع وتركيب محركات للستائر وتزويد المربط ببوابة كهربائية إضافة إلى البارابولات للصحون المقعرة العامة وتزويد السطح بأقفاص حديدية فردية لكل شقة من الشقق، إضافة إلى أمور أخرى وتهيئة الحديقة التي تقع أمام الإقامة. وبعد كل هذا الجهد وبعد أن أصبحت العمارة جاهزة للسكن حصلنا على رخصة السكن في ديسمبر 2009، وشرع المنخرطون الذين يحترمون تعهداتهم بأداء تكلفة الشقة ليمنحهم الرئيس الوثائق القانونية التي تخولهم ربط شققهم بالماء والكهرباء بصورة قانونية، وهو ما تم بدءا من سنة 2010، وذلك بثمن يتراوح بين 3500 و4000 درهم للمتر المربع الواحد، وهو المبلغ الذي لا يوجد مثيل له في هذا الحي الذي تتراوح الآن أثمنة شققه ما بين 11 و12 ألف درهم للمتر المربع. في هذه الأثناء قررت الآنسة نجية بطل وسهرها متوكل عبد الرحيم صحبة 5 من المنخرطين اقتحام شققهم واحتلالها عنوة مع الامتناع عن أداء ما بذمتهم للتعاونية. ولكي يبرروا تصرفهم هذا قاموا برفع دعوى ضد رئيس التعاونية وأمينها، لا زالت تجري أطوارها أمام محكمة ابتدائية بعين السبع. ولأننا نحترم القضاء ولنا ثقة كاملة في نزاهته وفي سلامة موقفنا، فإننا ننتظر قراره وحكمه. بعد هذه النبذة الموجزة أود أن أتقدم بالتوضيحات التالية فيما يخص التصريح الأول. أولا، قدم المتحدث الأول متوكل عبد الرحيم نفسه لمتتبعي جريدتكم على أنه منخرط، والواقع أنه ليس منخرطا عاديا بل هو عضو سابق في المكتب المسير التعاونية، فقد تم انتخابه سنة 2004 أي في البدايات الأولى للمشروع، وأعيد انتخابه سنة 2011 إلا أن المكتب أقاله طبقا للقانون بعد تغيبه عن اجتماعات المكتب لثلاث مرات متتالية. والسيد متوكل عبد الرحيم ليس هو وحده
الذي كان عضوا في المكتب، بل إن الآنسة المرافقة له كانت كاتبة عامة للتعاونية منذ 1998 حتى سنة 2011، وهي لا تزال محتفظة بسجل محاضر التعاونية الذي طالبناها مرارا بإرجاعه بمراسلة قانونية لكنها رفضت لحد الآن. ومن بين السبعة الذين اقتحموا الشقق واحتلوها بشكل غير قانوني منخرطة كانت هي أيضا عضوا في المكتب، بمعنى أنه إذا كان هناك من خلل في التسيير أو غيره في هذه التعاونية فإن هؤلاء الثلاثة يتحملون المسؤولية الخاصة بهم في هذا الخلل. ثانيا، هذا الشخص تحدث أيضا عن فوائد سيتم توزيعها على المنخرطين بناء على الثمن التقديري الأول للمهندس الذي يتشبث به، دون أن ينظر إلى التغييرات التي جودت مستوى الإقامة والتي كان هو أيضا من المستفيدين منها. والواقع أن موضوع الفوائد لا يوجد إلا في مخيلته، فلم يتم الحديث أبدا لسبب بسيط، هو أن التعاونية ليست شركة تتوخى الربح أو توزع الأرباح على أعضائها، ولكنها كيان يضم متعاونين متساوين في الحقوق والواجبات. ثالثا، الأمر الثالث الذي اختلقه السيد متوكل هو ادعاؤه أن التعاونية لم تعقد الجموع العامة، والوثائق التي بين أيديكم تكذب هذا الزعم، بل إن آخر جمع عام انعقد قبل أقل من سنة في 15 سبتمبر 2019، وها هو محضر الجمع العام من طرف عون قضائي، وتم بحضور المحاسب ومدقق الحسابات وعون قضائي، وهو الجمع العام الذي صادق فيه المنخرطون بالأغلبية على التقريرين الأدبي والمالي، وتم خلاله انتخاب مكتب جديد للتعاونية، وخلاله أيضا تمت إصدار قرار يطالب المتخلفين عن الأداء بالأداء، كما تضمن كلمة هذا السيد مغالطات لا معنى لها، منها أن رخصة السكن تم الحصول عليها سنة 2009 ولم يتم الإعلان عنها إلا في سنة 2013. وسؤالي لهذا السيد هو ما الفائدة من إخفاء وثيقة قانونية بعد الحصول عليها؟ تعد إنجازا لأي تعاونية، ثم كيف تمكن المنخرطون من السكن فعليا سنة 2011 و2012 و2013 إذا كانت الرخصة لم تظهر إلا في 2013؟ أما بخصوص ما تفوهت به الآنسة نجية حول القضاء بمختلف هيئاته والاتهامات التي وجهتها لممثل القضاء، فإني لا أعتبر نفسي معنيا بها، لكني أتساءل عن الطرق الخاصة وقد كررتها مرتين في تدخلها التي تملكها هذه الآنسة والتي استطاعت بها أولا أن تخرج ملفا من الحفظ، وثانيا أن تطلع بواسطتها على محاضر الجلسات. خلاصة القول أن هذه المجموعة بامتناعها عن أداء ما بذمتها وهو 163 مليون سنتيم للتعاونية تلحق ضررا جسيما بالمتعاونين، وتحول دون إتمام إجراءات تفريد الرسوم العقارية لكلات مودي تيتر، وهم يتصورون أن احتلالهم غير المشروع للشقق، وثلاثة منهم أكروها للأغيار ب5000 و6000 درهم شهريا، سيمر دون تبعات، إلا أنهم لا يعلمون أن القانون يعلو ولا يعلى عليه، ونحن مطمئنون إلى عدالة القضاء وإلى سلامة موقفنا وقانونية وثائقنا، وكما يقول المثل الفرنسي غيغا كي غيغا لو ديرنيي.